سالو سالو لي زامي، مرحبا بكم معايا في فلوغ زوين. البارح حطيت لكم فيديو في كيابي و اش ان ام اليوم، وكنت قلت لكم ما لقيت ما نشري، قلت يلاه نمشيو للبري مارك. المهم هنايا مشينا للبري مارك فيلنوف لا غارين، قريبه لباري بزاف بزاف. كنشوفوا لا تور ايفيل غير من الخرجه. هنايا عرفتي ما نعاود لكمش بري مارك، انا جاب لي بالي هاد لو مول ديال الكوارتز كيجيو ليه الناس كاملين غير على ود هاد بري مارك. المهم جينا بكري قلنا حقا بوغ ايفيتي الزحام وداك الشيء، اليوم الحد ها هي دايرين كوارتز وتحت منها دايرين بري مارك، يعني في العماره في داك الباتيمون الكبير ديال المول عاطين بري مارك واحد القيمه كبيره، حيت لو برودوي فار. هانتوما شوفوا 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 هنايا، راه عرفتي شحال حنا كنتسناو باش ندخلو، هذا راه غير صف شي داخل المورشي. تبارك الله يا الناس، شوفوا الاثمنه 2 أورو 50، يعني بحال تقول 25 درهم بحال هكاك. كاينين دي تيشيرت بجميع الالوان، ها هما بحال الشكل ديال هاد لي بولو عاوتاني ب 4 أورو. هادو بالنسبه للوليدات بوغ لي غارسون. دونك ندوزو، عرفتي شنقول لكم، فيما كنحير وما كنعرف ما نشري، كتلف بيا هذا، كنشوف بلي ناقصيني البياسات لبنيتاتي. انا الصراحه حتى الان باقي ما عمرني شريت شي بياسه ليا انا كو فام، اوتون كو فام عمري. مي بور مي في سا ما بوكو ديباني دوبي نوتر اريفي ايسي، يعني من نهار جينا وانا فيما نحصل شي بياسه شي كسوا شي سروال، سورتو لي بونطالون ديما هنايا هما ولي تيشيرت. والوليدات الصغار كاع لي بيبي عرفتي عندهم داكشي غزال. هانتوما هنايا هادو، احنا بدينا في الحويجات ديال البنيتات، انا نحاول نقرب لكم الاثمنه باش تكون عندكم فكره. ومن هنيت بناتي اي روبير لي بياس اللي عجبوهم، هنايا كمل هي 3 أورو ونص، ومن هنا 3 أورو. هادو شريت منهم انا، علاش كنقول لكم شريت منهم؟ كنخسر لكم الديكور، كنخسر لكم المفاجاه. المهم هما هنايا هادو ب 3 اورو كاع، هاد لي تيشيرت اللي هنايا وزوينين الصراحه وسخيخنين، واخا تيشيرتات هادي راه ماشي طبعه، ناري في قاعده خايبه يتبان لي شي طبعه كنمشي ليها. هنايا لي تيشيرت هما كيبان لكم، شوفوا ما ديوش على التستاف لانها فريمون كيعيا ومساكني ستفو، وداك لو فلو ديال عباد الله اللي كتير راه كيدوز بحال الجراد على يلا تدخل. ها انتم في الاول صورت لكم مزيان، ملي فاش غنكون خارجه نعاود ندوز باش نهز لي بياس اللي بغيت، بحال الا ما عمر كان داك الشيء مستف. هنايا هما هادو صراحه خرجوا الحوايج ديال الربيع، ولكن باش كتعجبني بريمارك كاينين حوايج الربيع كاين حوايج الشتا، كاين كلشي في خطره وحده كلشي حاطينه، ماشي بحال كيف ما وريتكم في كيابي واش اند ام. صافي خرجوا حوايج الصيف، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غيرهم. هنا كاين الصيف وكاين البرد، ها انتما كتشوفوا هاد الاشياء بانوا لي بحال خرجوها مود، هاد عاوتاني رجعوا لديك لا مود ديال الكسوه ومعها تيشيرت. ها هما هنا كلهم كسيوات ومعهم دي تيشيرت. انا نوريكم الاثمنه، هادو 12 اورو، هادو هما اللي خرجوا زعما هاد لا سيليكسيون ديال لا كوليكسيون ديال هاد الوقيته هادي. هما هاد النوع ديال الكسيوات هادو ب 13 اورو. هاد لي كارغو جينات وداك لي كارغو اللي موراهم في الخضر والغوز، سي بيان دوماج ما جاوش قد بنتي هاد الغوزيين، اختارينا منهم. جاوهم كبارين في جهه السمطه، وفاش كنديرو السمطه باش نزيرو كيولي داكشي مخنش ومكمش، هادي خاص يكون شي واحد شويه عامر باش يجيو معاه، ماشي شويه، المهم هي شويه، حيت بنتي انا ضعق ليا ولين بزاف ما كيجيوش معاهم هاد الستيل هذا. وي صراحه هاد بخي مارك الهلا خطيها وصافي، عرفتي سي بيان دوماج كيديرو ما كاينينش في المغرب. هنايا في المدينه اللي انا ساكنه فيها طافيرني ما فيهاش، يعني بحال تقولوا كنشد الطوموبيل كنخرج بحال بين الرباط وسلا ولا، المهم كتشدي لو طروط واحد ربع ساعه ولا ساعه كتوصلي. غير هو جات في الدخلات باري فو ايفيتي دوك لي زور دو بوينت، سينو والله لا وصلتي تا ساعه، لان جات هي في الدخله ديال باري، يعني في الباب في البوابات ديال الدخله ديال باري. راه فاش كنكونوا داخلين هاد فيلنوف لا غارين كتبان لك راه هي لا تور ايفيل ولا تور دو مون بارناس، كيبانو مزيان مزيان، يعني راه فريمون في الدخله ديال باري. هنايا هما هادو
شنو هي جاستيس ولا سميتهم، صافي كلشي خارج الصراحة. حوايج الصيف وحنايا باقيين كيقتلنا البرد. انا في هذا الوقت اللي كنصور لك اللي كنسجل الفيديو في الصوت ديالي، راني لابسه كبوت ضد العنق كل مونطي و مونطو مونطو دوك لي دودون الغلاضين هادو هما دي زونسومبل دايرين ب 8 اورو بالشورت و التيشيرت ديالو. المهم الوقت اللي يا اما يلبسوهم في الدار يا اما يتسناو تيسخن الحال ويلبسوهم. انت هنايا هادو ب 8 اورو تا هما. شوفوا انا ما عرفتش علاش المغرب فيه الحوايج غاليين، ما كنهضرش على السويقه، كنهضر مثلا على محلات. ملي كنشوف كيابي الاثمنه ديالها في فرنسا مع كيابي في الاثمنه ديال المغرب، والمدخول ديال الفرنسيين مع المدخول ديال المغاربه، كنشوف بان فريمون المغاربه مساكن كيخلصوا غالي. كيابي بالنسبه ليهم راه شي حاجه ديال الاغنياء ولا الطبقه المتوسطه، كيابي في المغرب في فرنسا راه ديال مساكن الطبقه الكادحه، فهمتوني؟ بحال دابا هاد بريمارك عاوتاني كون داروها في المغرب الله اعلم كون راه ما كايناش الشحط. هانتوما الاختيارات شحال، وداكشي ديال لا مود زعما سي لا مود سي لا طوندونس، ماشي داكشي قديم. داكشي اللي كيتحط اليوم تحط في دي سيت عالميين ديال لا مود كتلقاهم دايرين الكوبي ديالو في هاد بريمارك. وانتم كتشوفوا كاينين في دي مول اللي كبارين في باريس، في لي غراند فيل ديال فرنسا كاينين بري مارك، يعني اللوكال كيكون شير. ما تقولوش ليا الكرا في حي الرياض غالي، راه الكرا هنايا راه غلا من ما عرفت فين، راه الدخله ديال باريس هادي. هنايا هما كاينين دي ليغينز وقال ديال في الاولين ديال السيميلي كوير، وفي الثاني بحال ديال القطن ولا بوليستير ولا ما سميتو. هما الاثمنه ديال هادو صراحه. شوفوا اللي كيتسنى باش يشوف حوايج الكبار، راني ما صورت حوايج الكبار، صورت فقط الحوايج ديال الوليدات الصغار، لان كي قلت لكم انا هاد العواشر هادي بغيت نكسي وليداتي ومنها نيت باش يحسوا بداك المذاق ديال العيد وما يحسوش باختلاف كبير بين فاش كنا في المغرب وبين فاش ولينا في فرنسا. فوالا فوالا، دونك هنايا مشينا لجهه الكابين دي سياج، اختاريت لهم الحويجات اللي بغيت بيان سور واللي بغاو حتى هما. فلي كابين دي سياج لهلا يوريكم النوبه، فتا هما بالنوبه، وما خصكش تفوت في لي سياج تكون هاز 7 د البياسات. عرفتي معنا عندي جوج بنات كنت هاز 14 ولا 14 حيت كنشري بالدوبل. ايوا بقيت كيقول لي لا، قلت ليه انا عندي جوج بنات انا ما يمكنش تردني. المهم علاش انا فرحانه؟ حيت راني دابزت معاه ودخلت وانا راني دزت لاكاس عاوتاني النوبه، راه ما كنبغيش نصور الناس، راني تقربت لاكاس باش نخلص، عاد هزيت التليفون ديالي. المهم فوالا، هادي بري مارك بالنسبه للناس اللي ساكنين في فرنسا، سي اون بون ايدي، كتعتق كديباني اثمنه زوينين. والصراحه عرفتي كنت كنقول صافي راه ما عمرنا غنخرجوا من هاد بري مارك بقوه اللي النوبه في لي كابين دي سياج، النوبه في الخلاص. اوف فريمون عييت. وملي كتم خارج راك فرحان بحال راك درتي شي حاجه واعره يلا المهم انا خرجت معكم فوالا لاشين ديالي من دوفون بري مارك في المول ديال كوارتز في فيلنوف لا غارين. جو دي ا تري بيانتو، تابعوني دائما من اجل المزيد على قناتكم. انا هنا يا بناتي مسا كنجاوب الشوع، واخا رمضان ما وليداتي راه صغارين، جبتهم الفخش فاكتوري عندهم ماكله حلال، كيديروا لي سالاد وداك الشيء خفيف ظريف. خديت لهم هاد لي فخيت وهاد لي موتزاريلا ستيك، ما باش يديبانيو على ما نمشيو للدار، لان فوالا فوالا اتمنى شويه زايدين. وحنا يلاه خلصنا في بريمارك وخلصنا في شوسيه وخلصنا المهم تنحط لكم الفيديو ديال الشوسيه باش تشوفوا السبيبطات اللي خديت ليهم. باي باي، على بروشين، عواشركم مبروكه.